اليوم كانت واجدوا في لونفيتياتر ديال غرفة الصناعة والتجارة. هذه سي اون اكسيون مع يعني اللي دارت مع بشراكة مع جمعية المرشدين السياحيين اكادير سوس مسا اللي كيرأسها سي حسن بوتقيوت. كانت واجدوا معنا مجموعة ديال المرشدين السياحيين اللي كاينين ديال اكادير, ويعني هاد لاكسيون هادي كنسميوها اكس واحد اون بيتي اكسيون بوست كوفيد اللي هي غادي كدار بشراكه مع مجلس جوي السياحه وغرفه الصناعه والتجاره اللي هي غادي يعني تكلف بتكوين ديال المرشدين السياحيين من طرف واحد المسؤول يعني ان بروفيسور يونيفرسيتير اللي غيعطي معلومات قيمه معلومات جيده على ليستوار والتاريخ ديال جيدايو بربر جيدايو امازيغ ليستوار ديال يعني ديال الطائفه اليهوديه اللي كاينه في اكادير وسوس ماسا, سورتو بانه كاين دي فول اللي غادي يكون ما بين تل ابيب كازابلانكا تل ابيب مراكش, ويعني كاين واحد مارشي بوتونسييل زايد دو بلوس اللي غادي يكون اللي هو خاص بالمارشي اسرائيلي. غادي يكونوا نورمالمون هادو 3 جورني دو فورماسيون في هذا النطاق هذا باش انه المرشدين السياحيين يكون عندهم معلومات قيمه على هذا التاريخ هذا باش انهم مي كونتيفا مي غادي يديروا دي بروغرام ou bien sûr des excursions dans l'arrière-pays, des excursions dans le Jihad Tarudin, les circuits touristiques religieux. Il y a tout le monde qui est correct, il n'y a pas des informations sur le marché israélien. C'est le but, ce n'est qu'un début. Comme vous le voyez d'abord, il y a un film tarwiji, un film tarwiji sur le Jihad d'Agadir, sous Massa, qui a fait le Majid Jihawi Siyaha d'Agadir, sous Massa, en Ibriya, qui a dit تعطى لهاد المرشدين السياحيين اللي هما غادي يقدموهم ملي غادي يكون عندهم دي بيان سور دي سورتي في لي زوتو كار ديالهم اللي غيكون دي زيكسكورسيون غنعطيهم الوكالات الاسفار اوسي باش انه هاد لو فيلم هذا يدار يبقى ينصفطوه اوسي لوكالات الاسفار الاسرائيليين اللي كاينه في تل ابيب واللي كاينين في لو بي اسرائيليان بيان سور اللي هو غادي يعطي هو بالعبريه. وهذه مهمه جدا لانه ماشي غنستناو حتى من بعد غادي نقولوا شنو غنعطيو لهاد الناس. حنا وجدنا يعني واحد ان اكسون هذه اللي بدينا فيها المجيدين السياحيين اللي حنا كنساوهم شويه, يعني هذه هي الوقيته باش اننا دائما يعني لي بروفيسيون يعني البروفيسيون المهنيين السياحه يتجهوا لبعض دي اكسون اللي هما نتعاونوا فيهم مع هاد المجيدين السياحيين اللي كيقوموا بدور مهم جدا جدا باش انهم تيعرفوا كيعرفوا بواحد ان فاسون يعني اكستراوردينير. فكره تنظيم هذه الدوره هذه الفكره كانت يعني تراودنا منذ زمان, يعني كما يعلم الجميع ان سنه كامله كانت سنه عجفاء. المرشد كان يعني جد متدمر وليست له اي استعدادات لاي دوره تكوينه ولا اي شيء, ما دام ان يعني العامل ديال العطاله والمعاناه اليوميه يعني ما خلاتش له يعني ما كانش مستعد شي نشاط معين, الا ان بوادر الانفتاح التي نعرفها حاليا بوادر الانفتاح يعني واستئناف العمل شجعتنا على اساس ننظموا هذه الدوره هذه على اساس ان المرشد ديالنا يكون مهيئ نفسانيا يعني علميا وكذلك فكريا لبدايه موسم متميز وبمعلومات جديده وبثقافه جديده وبنظره كذلك كما اقول جديده. والتركيز حاليا على مساله الثقافه اليهودية والتعدد الثقافي عندنا في المغرب جاءت يعني ك ك ك ك تحضير المرشدين ديالنا, لان هذه الحركه هذه كاينه على الصعيد الوطني, كاين دوره تكوينيه في اللغه العبريه وفي التراث يعني التعدد الثقافي والحضاري عندنا في المغرب على الصعيد الوطني على جميع الاقاليم. حنا كذلك من جهه سوس ماسا انخرطنا في هذه الورش اللي هو ورش وطني التي تشرف عليه بالموازاه في اقاليم اخرى الوزاره الوطنيه وزاره السياحه المعهد العالي للسياحة وجمعية ميمونة. عدد تقريبا ديال المستفيدين من الدورة التكوينية
المستفيدين غادي نحاولوا كتعرفوا جميعا يعني ظروف الصحيه ومساله التباعد وتحديد العدد. حاليا هنا في القاعه حوالي 50 مرشد، على اساس ان الدوره الثانيه غادي نحاول يكونوا مرشدين اخرين، رغم ان ما نكرهوش جميع المرشدين ديال اكادير انهم يشاركوا ويستافدوا، لان هذا درس اكاديمي سوف يعطى يعني بطريقه جديده، معلومه جد دقيقه علميه، وسيفاجئ الجميع لان هناك معلومات علميه دقيقه اللي غادي نسمعوها اليوم وغادي نتلقاوها. هذه المعلومات اللي هي من ادوات الشغل ديالنا، يعني من باز دو دوني او لا رصيد ثقافي، رصيد معرفي، اللي غادي نحاولوا نمرروه عبر اللقاءات ديالنا، عبر يعني شروحات ديالنا، عبر يعني العروض ديالنا اللي كنقدموها للسواح، سواء كانوا اسرائيليين او غير اسرائيليين، اثناء العمل معهم واثناء الجولات التي يقوم بها المرشد على جميع التراب المملكه المغربيه.